برنامج التحليلات الاجتماعية بشكل صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة والمغرب. مرحبا بكم بالأسئلة لكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 إلى 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم. مساء الخير على كل مستمعنا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح. دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس أستاذ الميمون مبارك دربي. مساء الخير أستاذ، مرحبا. مساء النور لسنا، مرحبا لله. الله يبارك فيك أستاذ. دائما افتتم موضوعنا حول المعاملة السيئة. البارح وضحت لنا المعاملة السيئة يعني كظاهرة اجتماعية، دابا نبغيو نفهموا أكثر واش هذه المعاملة السيئة من الشخص، واش طبعه هكذا، واش ظروف ما جعلته أنه يصبح خبيث، ولا ربما كاين شي أمر خفي يعني هو اللي جعلوه في هذه المعاملة السيئة العنيفة. هو لله هاد التحليل البنيوي اللي اشتغلوا عليه واحد العدد العلماء منهم وعلى رأسهم جاك لاكان، من اللي تيشرح لنا شنا هي لابولسيون، هاد الهزة القوية، شي بحال شي بركان كينفجر، كان خامد وانت جيتي بنيتي فوق منه وسكنتي حيت دازت 50 عام 100 عام وهو خامد واحد النهار وينفجر. فجر الصخر كيخرج دائب من قاع الارض، الماغما راه واد من 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 جحيم الله يستر. لا بولسيون جاك لاكان كيعرفها لا نون كورديناسيون ميم مومونتاني دي توندونس، يقول لك واحد انعدام تنسيق ولو مؤقت في الميولات الطبيعيه. اشنا هي الميولات الطبيعيه؟ مثلا واحد السيد دخل من خدمته وما مغديش، تشغل في الخدمه ما تغداش، دخل دارو عيان ما مغديش، فدخل كلا، لقى واحد الماكله في الطبله كلا وتكى في السداري ديال الصالون ديالو ونعس. بعد ما فاق لقى واحد الكويس داتاي، زوجته وجدت له واحد الكويس داتاي، شرب هذاك الكويس داتاي وبدات مرته كتذكر معاه في مسائل الدراسيه للوليدات، في امور اللي عندهم، مشاكل اللي عندهم. هذا الراجل عنده الخاطر يسمع لزوجته ويتقبل ويستقبل المحتوى ديال الموضوع ويتجاوب معه. ها هو تنسيق مؤقت في الميولات الطبيعيه، تنسيق مؤقت في الميولات الطبيعية هو الشرط رقم واحد من 4 شروط باش تدرك المراد ديالك. طبيعة الحال هنا كنحلوا أسباب الإرادة ماشي حقيقتها. احنا كمسلمين كنعرفوا حقيقة الإرادة، حقيقة الإرادة هي خصك تعطي لله ما يريد باش ييسر لك ما تريد، هذه حقيقتها. فالله يجزيكم، أنا فتحتها أنا سديتها، ما كنتعارضوش من حيث العلم مع الحقيقه الربانيه، ما كاينش تعارض، هذا اسباب. فهاد الزوجه قلت لكم عرفت واحد من 4، بغيتي تجعل اسباب نيل المراد تحقق الاراده، جاك لاكان كيعرف بالربعه ديال العناصر. الاول تنسيق ولو مؤقت في الميولات، إلا بغيتي تحقق مرادك في إرادتك، أنا أريد النظام. مثلا بغينا النظام في الملعب، الملعب ها هو، غنجيبو البوليس ونجيبو الدراك ونجيبو القوات المساعدة ونجيبو الكاميرات باش ندخلو الجمهور يتفرج كذا. إذا ملي تتحط في التحليل البنيوي أنا أريد، بغيتي توصل للمراد، العبقري جاك لاكان قال لك خصك 4 العناصر. الاولى
تنسيق ولو مؤقت في الميولات الطبيعية. الميولات الطبيعية للجمهور ما خصكش تعارض مع الميولات الطبيعية للجمهور. إذا خصك تعرف الميولات الطبيعية للجمهور، إذا خصك تعرف الشرائح الاجتماعية اللي حاضرة، الأعمار اللي حاضرة. وغنبقى ملي جيت نفسر غندير حلقة على الكرة. بغينا النظام في الشارع، واحد من أربعة هما أربعة عناصر. الأول هو تنسيق ولو مؤقت في الميولات للناس اللي في الشارع. شكون هما الناس اللي في الشارع؟ الأعمار ديالهم، الشرائح، المستوى الفكري، المستوى الثقافي. وغادي جيت نفصل غادي نبدا ندير العملية الأمنية. دابا أنا مشيت حصرتها في البيت. البيت فيه مرأة، راجل، وليدات، هو واحد المجتمع صغير، هو خلية اجتماعية، المجتمع صغير، فيه اقتصاد، فيه سلطة، فيه قوانين، فيه قواعد، فيه عرف، فيه. إذا ملي تتجي هاد الخدمة اللي تتعامل بعنف، ملي في واحد المقاولة واحد العامل تتعامل بعنف، كيتسب، كيتعير، كيتهان، ملي المعلم والمعلم بغى النظام يريد، هو يريد النظام في القسم، خصو أول حاجة تنسيق ولو مؤقت في الميولات، ثانية تعارض بين المرأة وبين الشيء المطلوب، ثالثة الوعي بالقدرة عليه، الرابعة الفكرة في استعمال الوسائل لبلوغ المراد. شكلكم حط ربعة العناصر، la coordination au moins momentanée des tendances, 2. l'opposition du sujet et de l'objet, 3. la conscience de sa propre efficacité, 4. la pensée des moyens par lesquels se réalisera la fin voulue. Et donc, qu'est-ce que c'est ces mouillettes طبيعية؟ وشنا هي هاد الابلوس وهاد هاد الهزه؟ يعني دابا واش اي شخص يقدر يتعرض للهزه؟ نعم، اي شخص، مؤمن ماشي مؤمن، مسلم ماشي مسلم، راجل او امراه، كبير او صغير، صحيح او مريض، غني او فقير، عالم او جاهل، كيما كان اي هو انسان ممكن يتعرض للهزه. بولسيون قد قداش؟ شنو هي لا بولسيون؟ فيها انواع، كاين لا بولسيون سيكسويل يقدر يزني، كاين لا بولسيون اغريسيف يقدر يضرب، كاين لا بولسيون مورتخيير يقدر يقتل، كاين لا بولسيون سويسيدير يقدر ينتحر. احنا غنمشيو الام ديال لا بولسيون، ما غنعطيوش النوعيه، هي بوم ضربات. شنو اللي كيخرجها؟ يقول جاك لاكون هو لا بولسيون. Et justement ceci, la non-coordination, même momentanée des tendances. Monsieur le mitel de Rajan. Les gens me redisent, « Ah, on fait jouer. »« Jouer, c'est un mouillot tabi'i. »« Trilou, maïe, l'allah, j'ai dit qu'on est bien. »« Bihal, wahad, le swagi qui jari, ou kul wahad, chada tariq. »« Tansiqom, hum, akhsan, jumadouk, swagi, kul hum, fouad wahad. »« Bihandik, saga de jouer, aya, chada d'alim. »« Diyal l'aya. » هو ميول طبيعي ابتدائيا، هو جيعان، ثاني العيا، الى تجمع الجوع والعيا كيبقاش عندك خاطر، كيولي معصب، هو معصب، هما ثلاثه دابا نحسبوا على ثلاثه. اذا دابا دخل بسوط شمرت واش واكل وما واكلش، يلا حل الباب حيد الصباط برك، قالت له شتي ولدك مدرسه عيطو داروا ليا فحلوا ليا شوهوني، قالوا ما كتعرفوش تربي ولادكم. اش كيقول جاك لاكو على لابولسيون؟ هاد الهزه الانفجار اش كيقول عليها؟ تيقول لك ولو بشكل مؤقت ما استطعناش نسقوا في الميولات الطبيعيه يوقع انفجار. الجوع هو الميول الطبيعي، الجوع غادي يعلم، العيا طالع الفوق، التقليقه شاده السقف. اش غيطرى هنا في هاد البيت؟ يقلب عليها الطبلة، غيضرب برجلو الطبلة ما، ولا غيشد واحد الفاز وغيشيل على التلفاز سرد لها، ولا غيضرب راسو مع الحيط جو، ولا غيمرمقها بواحد الصريات برا الله. هي ما فهمات، ويلي ضربني وانا اللي هرس الطبلة وانا اللي تسطى، هز التليفون تعيط لبا، تعيط لبا، اجي واحد قوني راجل حماق، والله لا بقيت معاه، واش انا داويه على الولاد، على المدرسه والمرمق معايا. اذا دابا شتي حنا ما تنبروش اشنو وقع.
القضاء والشرطه غيديروا خدمتهم، يقولوا له ضد العنف ضد النساء وغيشدوا ويعلقوا شغلهم هذاك، المجتمع شغله هذاك. حنا في التحليل البنيوي، حنا في الذكاء الظرفي، حنا بغينا نفهموا شنو طرا في بنادم. اذا هنا واش بقينا في خبيث ولا ماشي خبيث؟ ها هو الراجل مزيان، راه مسكين، راه والده امه ولا 9 شهور، راه مرضعه، راه مكبر باه، راه قرا شويه ولا قرا مزيان، ولكن انعدام التنسيق ولو مؤقت في الميولات تيحدث. الى حنا تنامنوا بالعمل ديال هذا العالم الهائل تيحدث امبولسيون دو كيل تيب، وما لو هذيك اللحظه هو جيعان ومناعش ومقلق، غادي تكون فيه امبولسيون سيكسويل، غادي نوض يقول خصني نمشي عند واحد العاهره نكح، ما غاتجيش امبولسيون سيكسويل. اشنو غادي تجي امبولسيون سويسيدير غيتلاح باش يقتل راسو؟ اشنو غادي تجي امبولسيون ميتخير يقتلها؟ غادي تجي امبولسيون اغريسيف. علاش اغريسيف؟ علاش كتضرب لابولسيون عند لاغريسيفيتي؟ علاش؟ لان هي الاولى اللي كيتعلمها الرضيع ملي كيكون كيرضع امه، واللي ما كتنتبهش ليه كيعض ليها بزوله. وسولو على ديك الرضع، واش الرضيع ملي كيكون كيرضع وكتبقى موساهيه هي وتتشوف هنا وتشوف هنا وتضحك وكيقرصها بواحد العضه وكيقرصها، شنو تيبغي؟ الفت الانتباه وتيحس بديك القوه ديالو، راني حاضر معاك. تيعضها كتخوت عضني عرفت عضني، وكيبقى تشوف زعما ديك اللعبه ديال ولا مخلوع منها، راه كبيره راه تهزو تطوعو، ولكن راه عضها. ملي تيجيو خوتو معاه والدري الله عنده 6 شهور ولا عنده عام ولا عنده عامين وزاد خو صغير، وتيكون هو بارك وكيلعب صغير وكيشوفها كترضعو، وهو تيجغون زعما واش شوف فيا واش شوف فيا، وكيتمجي وكيعض رجل خوه، كيشد خوه تعضو من رجلو مزيان واحد العضات كيخلي هذاك باش تعلم تشوف فيه. اذا شنو هي هذه؟ كتسمى الشراسه. شنو الفرق في اختي ما بين الشراسه والعنف؟ الاسد واش شرس ولا عنيف؟ شرس. شنو الفرق بين الشراسه والعنف؟ ان الشراسه هو استعمال واحد القوه معينه للوصول لواحد الغايه. فلما كان الاسد شرس والله ما يصيد لا بقره ولا جاموس ولا حتى واحد. تخيل غيمشي عند واحد الغزال يقول لها ها فك لاج على خاطرك بغيت نعضك، ها فك اختي واحد العضيضه هنا نسيل لك الدم، واو صبري معايا غتموتي وانا ناكلك، وهي غتقول له واخا وانا غنتمغط وها انت عاضني وشوف وغنموت غتموتي باش ناكلك، ولا تخديري بلا ما تموتي عطيني عفخ دك ناكلو سيري بلا فخض. عمرها كانت طبيعة هكا كيطير عليها تيفرسها وهي تتنطحو. إذا الشراسة راها من الوسائل، وملي كتكون دابا أنت بناي كتهرس في الحجر مطرقة، أشنو كتقول للصخرة؟ ها فك الصخرة أنا غندير لك ماق، وأنتي ديري فر تفرتي بحال هكا كاينة ماق صاد ماق صاد. كل العائلات كيصبروا واحد الزربية وشادين أشنو؟ ها فك الزربية تصبني الشراسة. شنو الفرق بين الشراسة والعنف؟ أن التمادي في استعمال القوة كيولد الطغيان، هذاك هو العنف. هو هو ما عندكش واحد المجال تمارس فيه، ممنوع عليك تمارس فيه. مشيتي دويتي مع واحد البنت في الشارع قلتي لها عافاك أختي عجبتي من دمعك، هي تلفتات ما عجبتيهاش، ما تدوي معك قلبات وجهها، علاش تبعها وتشدها من دراعها وطرشها؟ شتي هذاك عنف. ولكن يقول لها وحشو مالك أختي وأنا عاد دويت معك ما سبيتكش ما خزرتي فيك، انا اختي راه ما عايرتكش، راه قلت لك الشريفه بغيت نتعرف عليك، قول لي لا مشغوله، قول لي مزوجه شحال من، كتقول راني بنت مرت الراجل سيدي مرت الراجل سيدي. علاش؟ لانه ميول طبيعي تشوف في المراه، ميول طبيعي ترغب في المراه. ايوا شنو ما رغبش في المراه ما شوفش فيها وشنو امتى غنتوحم انا؟ امتى الراجل غادي يتشهى؟ علاش الناس تلقى المسلم النظره الاولى في المراه؟ راه ميول طبيعي، راجل خارج دي زمره قدامه غزاله زينه جميله راه بلا ما غير شحال ميول طبيعي عين وتبعها، ولكن النظره الاولى شو النبي صلى الله عليه وسلم الطرف النظره الاولى، الثانيه صبح حنا كان لا تمدن عينك صبح كيمد عينه صبح نوع من العنف. ولكن العناصر المؤسسه باش ننسقوا الاراده، بغينا النظام في البيت، بغينا النظام في المقاوله، بغينا النظام في الشارع، بغينا النظام في الملعب، بغينا النظام في القسم في المدرسه، خاص تنسيق ولو مؤقت للميولات. اذا خاصنا نعرفوا الميولات الطبيعيه ديال هذاك العنصر، هذاك الشخص او الاشخاص ميولاتهم الطبيعيه خاصها التنسيق. ثانيا تعارض بين المرء والشيء المطلوب. ما معنى تعارض بين المرء والشيء المطلوب؟ هنا جاك لاكون العبقري كيتكلم على السيستم سيمبوليك، لوبوزيسيون دي سوجي دو لوبجي. الراجل تيرغب فاش؟ في المرأة.
الرجل في تعارض، الذكر في تعارض مع الأنثى، ها هو مختلف. شتي ملي تيحضروا جوج مختلفين، هما السنة لو سيستم سامبوليك، السل مجال ذات الدلالات الرمزية، يحضروا جوج الليل والنهار، الحلال والحرام، الذكر والأنثى تيحضروا جوج هكا متعارضين، تأسس لنا لو سيستم سامبوليك. شوف العبقري راه هنا قاص البنيات اللي غيقيسها المجتمع ديالو في الاونه الاخيره، ملي غيسمحوا بالزواج ديال ما غيسمحوا فايسمحوا حتى واحد ما سمح، راه دارت مر ما عندوش واحد السلطه كتسمح وكترفض، ما كايناش عندهم العداله اللي كتفصل في حالات خلاف، ما عندوش واحد جهه كتاثر واش مسموح ولا مسموح، كل شيء مسموح غير ما تقيش الممنوع. الممنوع راه معروفين عندنا في مجتمعاتهم. العنصر الثالث الوعي بالقدره عليه. واحد الرجل رغب في واحد المرأة، هاد المرأة بنت عائلة غنية، عندها هي يخرج وحدة المعارف كتخسر فيها 10 درهم، هو جميل وعجبها، ولكن واش هو واعي بالقدرة عليها؟ هي عندها غير تقضية وحدة في عشية وحدة 10 درهم، تقدر تخرج أربعة النوات خمسة تقضى 40,000 درهم في السيمانة، ضربة في 4 سيمانات، اش غيتسلف؟ اذا خصو يبحث، والا النهار اللي غيدخل باش يحقق المراد ديالو معاها غيحصل عيب ثالثه، انه ما وعاش واش عنده القدره عليها او ما عندوش قدره. الرابعه هي اللي عندي بالغرض، الفكره في استعمال الوسائل لبلوغ المراد. اذا هاد سوء المعامله، هاد خبط المعامله، واش هو اضطراب السلوك؟ ربما. واش هو ضعف وانهيار في التربية والأخلاق؟ احتمالية، ولكن احنا في التحليل البنيوي كندخلوا للسيباتوميك، تلك البنيات وصلنا احنا هنا للضرة والمفاعل النووي ديال البنية الإنسان، هذا هو اللي وصل له هذا العالم هنا، مش هو التحليل السيباتوميك، ما كنتنافاوش مع علم السلوك، مع علم الاخلاق، مع علم، ولكن الا مشيتي استعملتي غير السلوك غير الاخلاق غير الجزر غير الامني غير القضاء غير الوعي، استعملتي هادو كلهم وما وصلتيش للسيباتوميك، ايوا شوف واش فلحتو في المجتمع ولا ما فلحتوش. ياك علماء السلوك راهم كاينين، ياك الوعي والارشاد راه كاين، ياك التحسيس والتوعيه راه كاين، ياك الامني والجزري والقضائي راه كاين، واش قدروا يوصلوا انه تحد هالظواهر عامت فقمت؟ علاش؟ لان هاد العلماء بحال هاد العالم جاك لاكم ومثله قليل اللي اهتم بهم. انا كنشوف مواقع عربيه حول لابولسيا كلقى دافع ليس له معنى، مواقع انترنت في العالم العربي نقول لك داك الشيء الواعر عندهم دوافع ليست لها معنى، ليست لها معنى، ولا كونت يقول لك لا بولسيون اي جوستمون سوسي لا نون كورديناسيون ميم مومونتاني دي توندونس. هو دابا انا كنشوف المعنى ها هو انا قدامي، وواحد الموقع من المواقع الكبيره في العالم العربي تيكتب لك بالعربيه بولسيون سيكسويل دافع ليس له معنى. نري تخيل هذاك الشاب في هذيك البلد العربي ملي غيقرا بان الهزه اللي عنده هو لا بولسيون سيكسويل ولا لا بولسيون دوموسيكسواليتي ولا لا بولسيون سويسيدير ولا لا بولسيون اغريسيف، تيمشي تيقرا مسكين بحال هكا في العالم العربي ديالنا الجميل، وتيقرا في واحد الموقع الدوافع لا بولسيون ليست لها معنى، ماني توحصل انت وياها وتسطر انت وياها وهبل انت وياها. اذا دابا هاد المراه اللي غتعنف هاد الخادمه، واش نسقات ولو مؤقتا للمويلات الطبيعية للخادمة؟ لا، الخادمة جات مع 7 الصباح ولا 8، عرفناها كي باتت، عرفناها كي نعسات، عرفناها واش معشية ولا فترة، عرفناها واش بيتها فايقة مع واحد راجلها ولا باها مريض ولا امها مريضة بيتها تداوي فيها، واش عرفناها كيفاش ركبات، واش عرفناها فين ساكنة، شحال من طوبيس شدات، شحال من طاكسي شدات، ملي جات واش جاي عيان ولا مسترحة؟ الإنسان فوقاش كتكون عنده طاقة قوية؟ الصباح بكري ولا ما 11؟ طلع 11 عاد كيدير مريض الواحد، ما الصباح بكري راه باقي مدقدق،
إذن الميولات الطبيعية لهذه الخادمة أن الصباح بكري ملي تجي للخدمة للدار خصها دير الخدمة الرقيقة الخفيفة، هذاك غسيل الماء الخفاف، هذاك الماء ديال العشاء اللي يقول بها تغسلهم، هذاك الحويجات الخفاف باش يلاه كتبقى غادا بالطاقة ديالها. هذه تأطير الميولات الطبيعية ديالها. تفطر لربما كتبغي تخدم وتشعل التلفازة وتشوف واحد البرنامج اللي كتبعو ادنوا ليها تشعل التلفازة، ميولاتها الطبيعية غنسقوهم ليها. تعارض بين المرء والشيء المطلوب. شنو هو لو سيستم سامبوليك للخادمة؟ هي راه عارفة راسها خدامة، ولكن الخدامة اش كتعني ليها؟ كتعني ليها أن المجتمع مشرفها ولا كيتعطى ليها الشياطة؟ على سيدنا رسول الله قالنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيفاش انت حاط في طبلة باريزيان مقرمل وهي غتفطر بالخبز البارد البارح؟ الحمد لله المغاربة كرماء، راه كاين الشريفيات الحرات اللي غتعطيها من باريزيان مقرمل وغتقضي لربما تقول لها خذي من كرواسة وخذي من كذا. ولكن حتى نعرفوا عاوتاني الواقع ان ربة البيت في واحد البلايص خاصة هذوك اللي مساكن ما مأصلينش في العرف غتبقى تبغي تحس بأن هي مولاة الشيء وهذه خدامة. إذا شنو بغات تدير؟ تعارض بين المرء والشيء المطلوب. ما بين الخدامة وربة البيت خص يكون تعارض، هنا مولاة الشيء أنت الخدامة، إذا هي غتبرك في الصالون وهي غتمشي تبرك في الكوزينة، هي غتاكل الباريزيان مقرمل والأخرى خصها تاكل البارد، وحتى يبرد هذا عاد نعطيه لها في العشية تاكله، حيث محتاج للمرء لهذاك التعارض. ثم الوعي بالقدرة عليه. ربة البيت واش واعية بأنها قادرة على الخدمة ولا واعياش؟ راه قادرة عليها، راه كتخلصها، راه كتخنزر فيها، راه كتغوت. دابا غتوصل الفكرة في استعمال الوسائل لبلوغ المراد. هي جايبة خدامة حلال، كتخلصها حلال، ما كتأمرهاش دير شي منكر. وربة البيت قارية، محامية، قاضية، طبيبة، معلمة، رئيسة مصلحة، المهم عندها صفة من الصفات، قارية في جامعة في الفلانية وعندها ماستر دروشاش وعندها دكتورة. إذن الفكرة في استعمال الوسائل لبلوغ المراد أنها تأمر الخدامة وتعطيها برنامج وتأخذ منها التنفيذ. ربة البيت هنا متأكدة أن الفكرة ديالها صائبة، إلى أنه فين غتغلط هاد ربة البيت؟ عن عنات حول صلاحية الفكرة من أياش؟ من عرفت بأن الفكرة اللي كتستعملها هي باش تفعل وسائل البلوغ المراد بأن الفكر ديالها راه صالح، أنها ما مشاتش للحرام، وبأنها قارية، وبأنها كتأمرها في داخل الصفة اللي مخول لها العرف في المجتمع أنها هي كتخلص والأخرى محتاجة الفلوس، وصبح بيناتهم واحد العقد تعارفي أنها محتاج لخدمتك وانت محتاج لفلوسي، وغنحددو أنا وياك واحد المهام تجي عندي من الصباح وتمشي حتى العشية ونخلص لك النهار بالقد والقد، واللي غنطلب منك ديرو في البيت ديرو، ما نقولش صبغي ولا عاودي الجاج حيدي وركبيه، ما نقولش ركبي الجليج، ولكن الترافو دو ميناج معروفين هما السياق والغسيل وكذا وكذا وكذا. إذن الفكرة في استعمال الوسائل لبلوغ المراد، ربة البيت مطمئنة أنها ما مشتش الحرام، مشت الحلال، وهي قارية وعندها شواهد وعندها صفة. السؤال اللي خصنا نطرحه عليها، وماشي على ربة البيت، خصنا نطرحه في المجتمع كامل، هو واش عند الشخص القاري اللي حامل الشواهد وعنده الصفة وما كيديرش الحرام وتيعنعن في الحلال، واش عنده القدرة يعرف النوعية بين يد الفكرة؟ ملي كتفكر الفكر ديالك من حيث القدرات الفكرية والثقافية اللي عندك والعقل ديالك في السطح ديالو، ما هو إلا مادة كتنقلها كيف قريتيها وكيف شفتيها وكيف جربتيها. فهو في السطح ديالو المادة الفكرية عند العام القارئ اللي ما قاريش منقولة حيث مجربة صحيحة، لهذا كتسمى بالثقافة. شنو هو ثقافة؟
هو فكرة مسلم بها تستعملها بلا ما تخاف منها. ودابا عفاختي شربي لويزا فيك سخانة غتخافي تشربي لويزا حيت فيك سخانة، حيت ثقافيا مجربينها والدينا وجدودنا، ففي ثقافتنا لويزا عفاختي فيك هذا خذي السالمية. غتمشي عند واحد المختبر تقول له عفاك حلل لي السالمية، السالمية مسلمة. شنو هي الثقافة؟ هي واحد الأفكار صحيحة مجربة معروف في الصلاحية ديالها. واش تي هاد الأفكار البسيطة ديال السالمية وديال التومة وديال العسل وديال هذا، وراه كذلك الأفكار الكبيرة، كيفاش تربي ولدك، كيفاش تعمل خدام ديالك. شوية غنمشيو عند الاختصاصيين اللي كيفهموا مزيان، وبدع هو كاع ما بقاش كيستعمل هذيك الأفكار المتداولة في المجتمع، وما بقاش كياخد غير صيغة النقل، ولا تيبدع وبدع في وسائل ماناجمون غوسوغ زومان، وبدع في الأمن، وبدع في التعليم، وبدع فاش ما بغى. السؤال اللي غنطرحو له هو علاش ديتي مسرحية هاملات ديال شكسبير وتقراها وتعرف على شخص هاملت وتمشي تقرا التحليل ديال جاك لاكون ديال مسرحيه هاملت ديال شكسبير، تقراها انت بوحدك هي الاول، وتمشي تقرا التحليل ديال جاك لاكون لهذه المسرحيه، وغتلقى جاك لاكون تيقول على هاملت بانه إلي اوبسيسيونيل، ما عندوش بي توك، ما كيغسلش يدور بعض الغسلات، ما كيقاد لا فرشيطه في بلاصتها ولا حتى حاجه، ما عندوش اي اعراض. وهذاك العبقري حلو من الروايه ديالو وكتب له املات اي توبسيسيونيل. السؤال منين نخليها؟ هذاك العالم واحد الناس اللي سلكوا نفس المسلك في الطريق اللي سلكوا الله فيها تيعرفوا النوعية ديال الفكرة، يعني فين معرقة. وشتي في خبارك إلا الفكرة كانت معرقة في انستركتور اوبسيسيونيل، ولا كانت معرقة الفكرة في انستركتور بارانوياك، ولا كانت معرقة الفكرة في انستركتور هيستيريك. الجزء العنصر الرابع، لأنه هما أربعة العناصر باش توصل مرادك من حيث الأسباب، ماشي من حيث الحقيقة، الحقيقة ربانية. من حيث الأسباب، الأول التنسيق ولو مؤقت في الميولات، الثاني تعارض بين المرء وبين الشيء المطلوب، الثالث الوعي بالقدرة عليه، والرابع هو المهم الفكرة في استعمال الوسائل لبلوغ المراد. بمعنيتها نمطك الفكري ولو يكون حلال ما يكونش حرام، ولو يكون صحيح معنيتها راك أنت في صفة صحيحة في المجتمع، أنت كتخلص، أنت ربيت، ولو تكون بحسن نية، نيتك سليمة، شتي النوعية الفكرة الجدر اللي لتحت الخافي، إلا مشى حتى عرق في بينيا أوبسيسيونيل، ولا في بينيا بارانوياك، ولا في بينيا إستيريك، غيبطلك بلوغ المراد، وغادي تختلك تنسيق ولو مؤقت في الميولات، ولو وقع لك اختلال في تنسيق ولو مؤقت الميولات، كن متأكد وتوقع غتجيك بولسيون هزة من نوع شرس، ورد الفعل غتقول كنت عيان، قلقاتني، كنت معصب، كنت كذا، ولكن في التحليل البنيوي غنقول لك ما عرفتيش النوعية ديال الفكر اللي استعملتي باش تفعل وسائل لبلوغ المراد. مرحبا. إذن مستمعنا غادي نتوقفوا مع فاصل كالعادة ونرجعوا نواصلوا بكل وضوح مع استقبال مكالماتكم الهاتفية دائما على 05228-88-00-60 05228-88-00-61 أو 62. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح، وغادي نمشيو مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية دائما على 05228-88-00-60 أو 05228-88-00-61 أو 62. غادي ناخدو أول مكالمة معنا. ألو معنا محمد.
واخا ناخذ صفيه. اييه الو بغيت نتواصل مع الاستاذ دريدي. مرحبا صفيه. مرحبا بك. لاباس الى مدينه صفيه قريبك. مرحبا بك تفضل. بغيتك عمك تعاوني الله يرحم لك الوالدين. امين. مرحبا تفضل. 19 عام وانا تنعاني بالمرض النفسي. شحال في عمرك صفيه؟ 33. مزوجه مازال؟ لا باقي. ياكلوا بس الوسواس الخوف والدقات ديال القلب مش عارفة اش ندير. الله الله. كاين شي عمل؟ كاين شي تكوين؟ درت كاين راه تندير صنعه ولكن ما كاين والو. مش عارفة اش ندير عييت بزاف. كاين شي خيات؟ كاين ولا بوحدك؟ شحال بكم في الدار؟ أربعة. جوج بنات وجوج ولاد. انت الكبيرة؟ لا انا انا الثالثة. شفتي شي اختصاصي؟ الحقيقة ما فحالناش. كنت واخا بنتي ما فحالكش. لا بنتي نشوفوا لك شي حباب ويوقفوا معاك. علاش تبغي تخلي لي الهاتف ونشوفك شي واحد يعاونك في الدار البيضاء؟ ماكرهش حبك الله يرحمك. مرحبا بنتي. مرحبا. انا غناخذ الهاتف ديالك وغادي نحولك عند واحد حبابنا في الدار البيضاء وناخذ لك معاه موعد ونطلبوا منهم غادي ما تخلص والو ويعطيوك الدواء بالمجان. ما تخافش بنتي ما تخافش. ما تخافش روحي مرتاح. واخا غادي ناخذوا معنا السي حسن من تاونات. الو سي حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي حسن. خويا الصوت خويا حسن عندك واحد الصوت. واش في شي بيت ولا في شي بلاصه؟ شي بلاصه. ها الو الو خويا مزيان دابا مزيان. قلتي لي الى مدينه تاونات. تاونات. مرحبا بك. عملت شرفك دعوا لي واحد الدري راني اثر شويه ما معقد لي بالهيئة ديالي وعقد لي انا ومعقد هو. شحال في عمره؟ الدري دابا انا في عمره دابا 24 سنة. ولكن هو مشكل ديالو دار واحد حادثة السير. الله حادثة السير دابا كيعاني من اعاقة. بحال اش اعاقة؟ دابا تسمى الحديد باقي ما زودتولوش في رجلو اثر عليه والدكتور ديالو تعكس معايا ما بغاش يحيدوا له. علاش؟ ودابا هاد المشكل دابا شحال هادي مدة شحال وانا كنتصل بك وباغي نتصل بك نحكي لك القضية وماشي لي شي خاطر. ايه ولكن ما تخليش ولدك مكرفس هكا راه كاين اطباء اخرين كاين المستشفيات. دابا تنطلعو تنناظر دابا حادثة السير تنناظر. لا ولكن دابا انت دابا هاد الحديد اللي ولدك خصو يحيدو شحال من مدة مازال ما حيدوش؟ دابا 2013 وعملو. الله اكبر. 2013 دابا ولا الدري تيتمشى شوية مزيان حيد الرجال ويمشي يبقى يتمشى. اها. ودابا من طلعت عام 2017 طلعت عند الدكتور كان دار رنديفو طلعت لعندو قال لي سير ديه لبرا ولا ديه الكلينيك. لا حول ولا قوة. عكس معايا قال لي ما نزولوش ما عنديش امكانيه نزولو له البارح داروا له اليوم ما بغاش يزولو له. وقال لي وضروري قال لي خصنا نزولو له راه اثر عليه. حسبنا الله ونعم. ودابا الدري والصلاه ضد النراب كان عنده 20 سنه دابا عنده 24 سنه دابا الدري ولا كيمشي ولا تعقد في حياته راسه راسه ما عطاهوش باقي غير الاجراءات والو عيره بالاجراءات والو. ودابا ما خليت عييت انا ديك السي الحاج هو هضرت معاه واحد الوقت قال لي دابا شوف علاش برنا شي محسن يعاونك. لا دابا واش بغيتي غير شي طبيب يحيد له الحديد؟ هذا هو دابا انا ما كنطلب حتى حاجه كنطلب غير من الحديد يتحيد لي ولدي تعقد لي فيه. راه لي الهاتف ديالك يا ولدي عمي انا غندوز لك الصوت خليه لي يعرف رقم الهاتف. واخا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واخا غادي ناخذوا معنا فاطمه من مراكش. الو الو فاطمه. الو واخا ناخذ مازال معنا فاطمه. يلا الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فاطمه من مراكش. مرحبا بك لاله فاطمه. مرحبا بك. واخا خايفه. علاش خايفه مع خوتك مالك؟ مرحبا بك. انا عندي مزيره 85 اي عندي مشاكل مع راجلي دابا 6 شهور هادي ومخرجين من الدار. أعوذ بالله. وثلاثة الأولاد. يا ربي السلامة. شنو السبب؟ تيسك بزاف. ها؟ تيسك كيشرب. شحال في عمره؟ شي 45. النهار اللي تزوجتيه هو كيشرب ولا عاد بدا يشرب؟ لا ما عرفتش شنو. صافي وبقى تاخذوا الصبر بزاف. واش كيشرب حتى ما كيبقاش عاقل ولا كيشرب وعاقل؟ بزاف
بعد نوبة تيجي عاقل، بعد نوبة ما تيجيش عاقل، والدراري تيجي تيشوفوا داك الشيء. شحال في عمر ولادك؟ واحد تقرا في الثالث، وواحد عنده 4 سنين، واحد عام وغيره. بقى صغار. علاش ولدتي، علاش تبارك الله ولدتي هذا الخير كله وانت عارفه راجلك هكا؟ ومساو صافي شو ندير كاع اللي قلت لها تيقول لي علاش ولدتي هذاك الشيء متابع ليا شنو ندير؟ لا دابا حنا عدوين. عدوين. واش العام الاول ما باش لك الراجل راه في هذيك الحاله؟ الثاني ولدت قلت بنت بنيه، الثالث ما ساعه جاولي. لا حول ولا قوه. عندك شي حرفه فاطمه؟ كاين شي حاجه؟ شي حاجه قليله دابا قاعده عند امي ومريضه وخوتي تيعاونوني صافي. اختي فاطمه فاش نقدر نساعدك ان شاء الله؟ انا ما عرفتش، انا نشوف عفاك وقولها لي تنصحني ما عرفتش ندير. خرجني من الدار على قد الماء، انا سلفت شي فلوس ودخل الماء ولا دور مخاها لي. الدراري دابا فين هما؟ الدراري فين هما دابا؟ معايا في الدار عند امي. وهو ما حاولش يخوك يشوفه ولا باك ولا شي واحد دراري؟ والو ما عنديش باي، انا ميتة خوتي وصافي هما اللي واقفين معايا ومعاودين. خوتك ما حاولوش يشوفوه ويشوفوا يصلحوا بيناتكم؟ ما حاولوش؟ لا انت انا دعيت وحنا ضربني. يا ربي السلام. ضربت كبت عليا بزاف انا ولا امي، انا الدار بدي عير فينا ولكن علم الولادي محرصي ليا بزاف بس اليوم عند الناس. واخا اختي فاطمه نعطيك رايي دابا شويه في هذا الموضوع، واخا المرضيه واخا. الله يوفقك، الله يوفقك. تحياتنا لك فاطمه. واخا لو سمحتي قبل ما نجاوبوا فاطمه ناخذوا مكالمه معنا فاطمه، ولكن هذه المره من بلجيكا. الو الو فاطمه. الو فاطمه من بلجيكا. وعليكم السلام ورحمه الله. كان خير كبير اختي، جزاك الله خير. بخير. الصوت بحال طق. اي نعم. لا خويا عندي مسافين ديال الطلاق. شحال في عمرك اختي فاطمه؟ اوه الصوت. 30 عام. 30 عام. عندكم شي وليدات ولا لا؟ لا ما عنديش. ما عندكش وليدات؟ ما عندك؟ ما عندكش وليدات؟ ما عنديش. اييه شنو هاد المشكل ديال الطلاق؟ المشكل ديال الطلاق وانا سكنت دابا بوسدي ونظرا للظروف اللي عندي كانت عندي واحد الخدمه مزيانه وبدلتها ودابا لقيت فيها عاوتاني مشاكل كثرة. بحال اللي قلتي دابا دخلت في ديبريسيون. خلي دابا ديبريسيون بوحدها. اصلا كانوا عندي مشاكل نفسيه ملي كنت باقي مع الراجل، ولكن دابا عاود الخدمه جاتني صفر وبغيت نصحك. نصحك كيفاش ترجعي القوة النفسية ولا كيفاش تصلحي مع راجلك ولا كيفاش تخدمي؟ لا لا غير على النفسية، أما الراجل ما بقى ما يتصلح بينا. علاش؟ علاش؟ إوا لأن هو ما بغاش يتحمل المسؤولية، ما بغاش يكون راجل. أنا كنت خدامة وهو أنا في الدار، كاين بزاف المشاكل. نهار تزوجتي وبارك في الدار؟ كيخدم شوية ويجلس، كيدير شي في الدار ولا يدير شي حاجة ويجلس. وانتوما كيفاش تزوجتوا؟ عن محبة ولا غير تزوجتوا باش تجمعوا صافي؟ لا خويا كان غير زواج تقليدي صافي. واخا اختي فاطمة مرحبا. واخا واخا واخا. تفضل. هو شتي دابا فاطمة دي بلجيكا بحال واحد العدد ديال الناس ملي كي يعيشوا واحد الفشل أو جوج كأن الإنسان حياته توقفات. أنا معمر يتنسى ليا التبات ديال الفريق الألماني في المونديال اللي فات. ألمانيا شحال كتلعب من دقيقة في الماتش؟ تقدر تكون خاسرة بجوج وثلاثة وتيبقاو ثابتين 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 ويرجعوا يماركيو الأول ويماركيو الثاني ويزيدوا الثالث ويزيدوا الرابع ويربحوا. حنا خصو يماركي في ديك الثلث ساعة الأولى باش يفرحوا ويطمئنوا راهم.
شتي بحال هذاك الراجل اللي مزوج واحد 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 العزبه غزاله تخيل وخصو النهار الاول يكون في الطوب ديال القوه ديالو ايوا تخيل ما تكونش ناعس مزيان ولا ما عرفت تخلعتي ولا وتجي هذيك الخاويه كتلقى بنادم ناري السحور تقف طاري فيه شي حاجه امه تغوط وخالته وعمته شوفوا الدري مالو وتا قيامه السيد راه مناش تما فوتوا عليكم السيد خلوا الناس علاش ما عندناش هاد القابليه هادي ديال ملي تيكون واحد الفشل اولا جوج اولا ثلاثه بقاو ثابتين لان الفشل اش كيعني تيعني انك ما استوعبتيش الواقع الواقع داوي معك بواحد اللغه وانت ما فهمتيش لغته واستوعبتيه بلغه اخرى انا من ضمن الاشياء اللي كنبه بها الناس اللي كتشتغل معاهم كنقول لهم استعملوا اللغه اللي بغيتوا تستعملوا استعملوا الفرنسيه ولا الاسبانيه ولا الانجليزيه ولا ولكن لقيت اللي تبغي تتكلم على الواقع ديالك دوي بالعربيه طبيعة حالك تعرف العربيه ما كتعرفهاش حاجه اخرى حيت لبقيتي كتفكر في واحد الواقع مغربي عربي امازيغي افريقي كتفكر فيه بالفرنسيه تخيل وكتقول بالفرنسيه المرأة راجلها tu sais chérie je suis pas d'accord tu es trop agressif avec les enfants sont très sensibles ta manière de faire est très agressive ta communication verbale est agressive tu es en train d'affecter leurs émotions et ça peut les perturber dans leur équilibre tu sais chérie je te recommande d'aller consulter Ou هذا الرجل هذا il est parti consulter parce que عنده une communication agressive mais ولادو d'après sa femme. ومشى عند الكونسلطاسيون الاولى في واحد الجهه ومشى الكونسلطاسيون الثانيه في واحد الجهه ومشى لواحد الثالثه ولقى راسو بحال اللي قريب يخرج له العقل حيت شي حاجه ما هياش ما عرفهاش حنا هاد العائله ولا هاد الوليدات وهاد المراه وهاد الراجل جاوا بركم عانق ايوا حنا بالك واحد الاساسي ديال بحال هكا كنذكروا معاهم وانا راجع للور بحال هكا كنتصنت ليهم ما كاينش فيهم اللي قال كلمه بالعربيه باركين حنا مغاربه بعضياتنا وكتخيل خمسه الناس باركين معنا وليدات كلشي كيهضر غير بالفرنسي حلقيته وانا نقول لمرتو الله يخليك انا لا ترجمي لي الشراسه بالفرنساويه اسكو سي لاغريسيفيتي ولا لا فيولونس قلت لها والله لقيتيها بحال الغيبطه والله لقيتيها قلت لها واش ممكن ندوي بالعربيه سيد الراجل دار فيا قلت له انت شرس انت ماشي عنيف انت باك راجل فحل كبر مع جدك في حل تيقول له تنوض قاعد صح دابا حنا نوض قاعد هذه فيها عنف على سيدنا عيسى ما قالش لامنا مريم قال لها هزي اليك بجذع النخل وقال هزي وتهزي وهزي عرفتي باش يشحنها وهزي احنا ما تيقولش لما وتتهزيها وتتهزي هزي مبقاتش فيها الشحنه مشات وتهزي دابا معيور تهزي عنف تهزي فيها الرعد فيها البرق تيشحن الارض شي خبرك من كيضرب البرق هذوك هما البطاريات ديال الارض كيتشحنوا بحال ديك البطاريه ديال التليفون خصك ديري في البريز البطاريات ديال الكره الارضيه كيتشحنوا بالرعد والبرق دابا تخيل دابا سمعتي ربي ولدو الشبل بحال هكا كربي خايف عليه يسكتو القلب دابا السبع خايف على ولدو الشبل حتى بحال القط هذاك الشبل بحال القط كيدير له بال اروم هنا اروم هنا كيزهر الدري صغير اش كيدير ها مثاله الاعلى هو هذاك الصوت اللي غيولي عنده في باه فكيقول الله 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 على صوت ولا عندي الله 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 على صوت ولا عندي عند با هو غيولي عنده إذا دابا تخيل على العربية مشينا على العربية رديناها
وجهه النظر تبدلات. قلت لها لا لا، انت دابا بغيتي تاطري راجلك بصباغه النساء، راه النساء هي اللي خصها تكون لينه وحنينه وجميله ورقيقه. تخيل دابا مراك تجي معك دوك كيدير حبيبي، قول لها بخير يا محمد. شو الصوت هذا؟ إذا سمحتوا مستمعينا خليكم معنا، واصلوا دائما بكل وضوح. تفضل أستاذ نصيحتك لفاطمة ديال مراكش. إذا نكملوا على خاطرك السيدة ديال فاطمة ديال بلجيكا. تفضل. الفشل أو الصعوبة راه ماشي معيور، راه ماشي الواقع كيعايرك تيقول لك هاكيتك هاكيتك، ما كتعرفش. راه ماشي أنت ما تعرفش. كيبدا بنادم يأنب في نفسه وتيبدا يعقب في نفسه، عبقري شكلكم. تيقول لك كاين وضعيات اللي خصهم كاستراسيون، كاين وضعيات اللي خصهم فريستراسيون، وكاين وضعيات اللي خصهم بريفاسيون. الى عقلتي في الحلقه ديال 2 و3 ديال هذا الاسبوع، هذوك الزوجين اللي ما قدروا يدخلوا في مشروع يرغبوا في بعضياتهم وما قدروا يتفاصلوا، ما انفصلوش وما دخلوش في مشروع يرغبوا، جاوا بين البينين وحصلوا. شنو خصهم؟ كاستراسيون، فريستراسيون، ولا بريفاسيون؟ خصهم اون بريفاسيون، خصهم يتحرموا من بعضياتهم. المشكله شتي شكون اللي غيقدر ياخذ القرار؟ اللي مقفل. وشنو اللي تيقفل في البنيه النفسيه؟ هو اللي اكتشفوا جاك لاكون لوبجي ميتونيميك لو فالوس، هذاك هو اللي تيقفل. وباش كيدخل لوبجي ميتونيميك في البنيه النفسيه؟ من الصفه ديال الاب. بمعنى واحد الاب مات بكري او لا كان ضعيف الشخصيه قدام الام، وماشي عيب يكون الاب ضعيف، غير الام ما كتعنعنش من سميتها واخا الاب ضعيف، وما تتمثلش من اللي كتعنعن من سميتو. خصها ما تمثلش اللي تكون كتعنعن من سميتو، وما خصهاش تعنعن بسميتها. الا هي كتحبو وراضيه به وعاطفه علو، كتولي لا بؤه، كتقول له جمع راسك اولدي الله ديالك، ايوا ماشي حيت باك شتي هكاك ضعيف رانا مرتو كاينه، ولدي جمع راسك، جمع راسك اولدي، قالك تويلي على راجلي مقاد، واخا باك راه راجلي، جمع راسك. شتي هو الاب ضعيف، هي كتعنعن، ماشي كتقول له انا وباباك متفقين اخو فاش باش الطريقه باللي انت كتعامل معها بالحشيش ما هيش، انا وباباك متفقين. دابا زعما كتعنعن، شي هادي كتمثل. خصها تقول له جمع راسك ولدي الله يرضي عليك، شتي هاد السلوك اللي انت غادي فيه راح يتحاق رباك، شتي ضعيف ولدي، ما لقيتيش راجل مكفلك فوجاك ولدي، وشوف عفا ولدي الله يرضي عليك، رانا غنوب على راجلي، شتي انا غنوب على راجلي، هيا عنعنات. ولكن هذه راه حقيقه الدري ولا غيدير فيها، غيزعينو تقول له الله ودي لا خليتك دزتي، اجمع راسك، راه الدار ديال مول الدار هذه، واخا انا بفلوسي وبرزقي وكل شيء كاين، لا ولدي انا باك حبيت فيه الصدق، راه عليا مدرته هكاك. شتيها ها الهمه العاليه، شتي كيدايره. اما انا وباباك شمن انا وباباك، باك با راه مسكين با مكلفط مليوح في السطح كاع ما عيق بيته واحد تسميو لنا، حتى كيحضر الخطاب عاد كيقادوا له الحيته ويصايبوا رجل لبته ويجي يبركوه، اجي يمثل ويتمداوه كيدير حنا وقفات بحال عندهم هذوك النكيره، مرحبا مرحبا ولدي مرحبا، جايين تخطبوا في دري مرحبا، ندوي فاش ندوي شي حاجه ويلي قالك ندوي، اش قلتي؟ لا لا انا غنخرج كمي ويخرج كمي. وتخيل كتلقاها باركه بحال كديره بحال القلب بحالها، لا سيدي ما تنتقدمش قدام الرجال، وهي كتقول له والله دويت نقرصك، لا ما كنتقدمش قدام الرجال، ومسرحيه ها هي ها ملات خدام شي تما في هذا البيت، ابك بك العنف، ابك بك النكيره، يا اما شرح ملح يا اما جمع. علاش ما قدرتش تملك نفسها؟ حيت دابا هي باش يفكوا القضيه ديال 2 و3 خصها تملك نفسها، وهو ما خصوش منتصب الآنة أمشي، رغم أنها مصر خليفة، منتصب القامة أمشي، أنا بدلتها منتصب الآنة أمشي، حيث هو الذي لا ينتصب له ما يجب انتصابه، ينتصب أناه فيه كله، وأحرجتك حريرا من ينتصب فيك الآن كله، أين تجد فرجاني يأتلج فيه بأناك؟ كي غدير فين فين؟ وعلى خر وشوف
إلا دستي فاطمة بلجيكا ما عندهاش الحيوية، تكون اكتئاب ولا ماشي اكتئاب، يكون مريض ماشي مريض، الحيوية. دابا تعط الله، دابا شوف فيه ولد عمك مزيان، دابا تخيلي لي أنا فيا الله يستر أخبت مرض، كي غنولي؟ غنبقى بحال الكل، غنتبدل. الله تخيل، ها تخيل دابا فيا الأمراض، فيا قيام هاد الأمراض، فيا الحمد لله هادي واحد البركة، وتخيل دابا غنتبدل. علاش؟ لأن أنا حامل مرضي، ماشي هو حاملني. ما خليتش المرض يدخل لي في الهوية. الهوية ديالك فعلا. كي اللي كتسلم تقول لك عباس ولد ولد خالتي عايشة فيا القلب. ولاش قلتي لي فيا القلب عباس ولد خالتي عايشة وسكت؟ قول لي يا عباس ولد خالتي عايشة ولد أحمد السمر طويل المزاقل لزتي فيا القلب. تخيل عباس ولد خالتي عايشة فيا القلب. وفيا القلب دخلت في الهوية صافي، هي فيه. لا خوتي تدير لك مسكين. وكم داوين على هذيك الخاصية في الهوية اللي استعملها من حيث المرض اللي دخلوا في الهوية. مالها مع راجلها؟ أسبقها يدو. شكون هو راجلها؟ هو حمل ولد خالتي طامو كتسبقو يدو، ستسبقو يدو دخلت له في الهوية. إذن دابا أصبح هو والله ما يطلق منها لأنه دخل له في الهوية. إذن شتي كذلك دابا هي أختي فاطمة ديال بلجيكا اللي فاشلة مع راجلها، اللي زواج تقليدي، اللي ماشي راجل، اللي 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 غير كيخدم وتيبرك في الدار، اللي هي فيها الاكتئاب. هاوية. علاش المغاربة تيقول لك شكوى الله؟ علاش المغاربة العقالة الحكامة قالوا شكوى الله؟ علاش؟ لأنها خلطت بقى مستورة. مشروع ديال الزواج وقررت نخرج منه بعد ما حاولت محاولات ومحاولات ومحاولات باش نصلحو، وماشي نصلحو حيت بغيت يتغير باش نحبو. انا كنحبو، في اخبارك الا كتحب شي واحد وصلتي معاه لهذاك المأزق، ما دخل معاك في الرغبة وما انفصل باش تحافظ على الحب، انفصل منه. اخبارك الطلاق كيحافظ على الحب، حيت الا ما دخلش معاك حبيبك في الرغبة راه تأديه، حيت انت راك شرس. هذا هو، عارف حقيقتك. حنا العرب المغاربة الامازيغ راه حنا سبوعة، راه شرس، راه البيات. تخيل دابا البية رغبة في السبع، ودا واحد السبع بارد، عبر كيشوف في واتساب، عبر كيكليكي في فيسبوك، عبر كيتليشارجي وتفرج، ولا بويا كدوز حداه وكتبهول له كتقول له نوض وشوف هنا هنا، عرفتي اش غدير له في الطبيعة؟ غتفرسو وغتجري عليه وغتقول له كيت كعيبت السبوع، وغتقلب على سبع اخر. اش دابا على البوات شو القانون ديالهم كيدير؟ شوف والوقت اللي كيجيو جوج سبوع في آن واحد كتقول لهم ضربوا اللي ربح ناخده، وسبوع تيقول له ويلي زعما كوال وبغى واحد، وينوضوا يتقاتلوا ضرب 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 ضرب، تخيو تعادلوا. كتقول لهم باقي واحد خصو يتحل آخر، ويبدا ضرب 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 حتى واحد تيغلب، كتقول له انت اللي غناخدك. هادو على البؤات اللي غيولدوا في الحيوان في الغابة. إذا ما تخيل دابا هي تتزوج وكتشوف الراجل ما كاين رغبة، ما كاين عاطفة، ما كاين قوة، ما كاين حيوية، هادشي كله غايب، هادشي كاع ما حاضر، وكتقول له حبيبة واش تي راه خصنا نعملوا على نفوسنا وندوا ترافاي سوغ سوا بوغ شانجي. ويلي بوغ شانجي؟ راه الدري راه السيد كسول، راه شوماج، راه ما خدامش، راه والو. وكتقول له هي اللي خصنا نتغير، كيفاش نتغيروا؟ وتا خصنا نبنيو واحد البيت نسكنوا فيه. بعدا راه ما نبنيش دابا، هما حتى عندهم بارطمان كيسحبوا البيت، راه نبني البيت، راه الاصل ديالو هو هذاك الكانون موقد وفوق منه طاجين، هذاك هو البيت. المغاربة الحرار ملي كتدخل عندهم شحال هادي وباقين، ما عمرك تلقى ريحة الطياب، ما كايناش. دخل عند المغاربة الحرار ديما ريحة الطياب، هذاك راه هو البيت، هو اللي فيه الطياب.
تخيل واحد تيعاود ليا عنده مشاكل مع زوجته من ناحية العاطفية وكذا وما كتفيضش عليه بالعاطفة وما ما 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 وانا كنشوف فيه بحال هكا شحال الوقت مزوجين دابا عامين. قلت له عاود لي على استعمال الزمن ديالكم من اثنين حتى لحد معاش كتفيقوا تتفيق هي قبل منه وكتخرج بلا فطور غتفطر مع صحاباتها تيفيق هو من وراها تيخرج بلا فطور غيفطر مع صحابه وهي تتغدى في الخدمه وهو تيتغدى في الخدمه وفي الليل كيجيبوا بيتزا تيقبل الله في عامين مع عمر ما طابت عندهم كفته في الدار. قلت لهم مالكم هذاك الكوزينه ما ديروها بيت ناس تخيل سدوا الحد كيديروا اكتيفيتي كيخرجوا عامين ديال الزواج وبيضة ما تقلات واخيرا مرة كيطيبوا الماء يديروا هذوك الساشيات ديال العصاب عرفت هذوك الساشيات العصاب شاغين جيب لك انفيزيون ديال العصاب وجايبه له هذوك الساشيات في بلاطو ياك وهذاك الغلاي ديال الضو وهذوك لي بول الحمراء الليمونيين اللي فيهم نونورس ويديروا فيلم ديال الخليع هو الخليع راه هما اللي دايرين الفيلم ديالو بصح راه هما اللي في الخليع وتخيل واش كاين شي بيت الزواج دابا تخيل شو باش تعرف الراجل مقلوب قلع تيقلب على العاطفه وانا تنقلب على اللقمه واحد لقيته وانا نقول له ما تقلقش مني قال لي لا قلت له علاش ما تاكلوش مع بعضياتكم و سي با امبورطون قال لي وانا نعرفو نفضي قلت له اخويا ماشي تخصص ديالي ما نقدر نفيدك حتى في حاجه في هذا الشيء قلت له اسمح لي الله يجازيك قال لي وشحال قلت له ما بعد خلص والو ما قدينا والو ما قلت له في خاطري حسبنا الله ونعم الوكيل شاد راسي وكنشوف فيه بحال هكا العضاء ما منوش غير طعام اللي ما عندوش ايامي ناري ناري تخيل طعام ما عندكش في دارك تخيل وكتكون المراه قاضيه ولا طبيبه ولا استاذه جامعيه والراجل وشني حلاوتها تدخلوا بجوج بكري وتدخل الكوزينه وانت بجنبها وتتمد ليها وتصوتي واخي الزو وبصيله وصوتي واحد ربعه كروفيطات وتلعبوا شي لعيبات وتهزوا ديك البلاطوات ديالكم وتخيل ياكلوا معكم على النمل تخيل دبان تعيش معاهم تخيل هذيك الدار والله ما يدخل الدبان تخيل ياكل دبان ياكل يشرب معاهم داك هذوك الساشيات العصاب تخيل دبان تيواقف كتقول صاحبتها راه فيها شويه ستريس هاد الايام باش ندخلوا عند دخيات يشربوا عندهم شويه العصاب وتخيل الدار العروبيه فيها الدبابن ما شاء الله تخيل تحلي الباب تلقى الدبان كيبوسك على باس اخانتي جيتي تخيل تفكر الدراري شايط لهم كوفيتير فامهم دبان في حناكم دفع هو الدبان الدري خلي الدبان ينظف فيه تخيل الدري نيفو عامر بالزبده بحال كل بغرير عينو فال بطبوط كسكسو في الحوايج الخير ملي كيتخاصمو ما يقدش يعصبها البارح طعمات له هاش كيسمي عرق المحبه المغاربه المعيده تخيل دابا دخلك بواحد يكرمك تعصب معاه مشي عندو للدار باغي تشكي له من بنته حط لك نص حولي مشوي انت دابا جاي طالع لك الدم عند نسيبك باغي تشكي واه دارت ليا البنت بلاتي نسيبها ما تقول والو ريتي وحط لك واحد نص حولي مشوي ديرها وجبد الكلوه طق حطها لك سخونه ضربوا الفاف كل يا باغي تشكي بلاتي بلاتي انا بستايلاري بستايلات الحوت حاره تاكل بحال الترخا ويقول لك سيبك وتك تك شويه حيد رجلك حتى انتم عابركين هاد الشباب حيد تك في سداري حيد صباطك وتك حدا نسيبك واحد الكيس ديتي بشحر مزيان شربوا يقول لك ايوا نسيبي تقول له واش نسيبي غطيني الله يخليك حتى تبقى الهضر انا كاع يخرجوا مصالحين على الماكله تخيل يمشيو عند هذوك اللي عندهم الساشيات العصر يبقاو داويين داوي حيت هذوك بعد ما تياكلوش كيدويو بزاف علاش درتي لها كوم سا بوركوا تو اف اجينتي يا فيسي وحاطين الساشيات ديال هذوك تاع العصر يشربوا فيهم تخيل واحد النوبه واحد من الحباب تعدى عليا قال واحد الاستاذ والو دايرين شي عشاء قال له خص الاستاذ يجي بقى يعرض وانا ما تغديتش قلت انا اختي مشي ما مغديش باش نتعشى مزيان درت واحد شي حاجه خفيفه بحال هكا ومشي وحتى بتعمل خير الباب كيتحل اوتوماتيك ودخلي بطوموبيلتك في الدار والجراديو والخدامه وبقيت كنتخيل
ودارا وغيحطوا لنا دي بوشي على رين فيهم الشامبينيو لا كريم فريش وقيلة شي دجاج محمر. وتخيل كندور في راسي كنتخيل هما يحطوا الشوربه واحد الزليف تاع دوك الجباب الكبار الشوربات محطوطين قدامي ثلاثه اربعه. استاذ بغيتي من هذه البيضة وكل شيء خفيف في الدرابه فيهم تبي تمضغ هاولي واحد السن عندي كان ندير فيهم. وقلت له هذيك فيها وكيهزوا داك الشيء خفيف كل شيء كيسيل وتيبانوا لي واحد 140 تبصيل صغير ليه وهذوك الخدامه تيحطوا دوك التبصيل عرفتي كل تبصيل قد حكاك السيراج. تخيل واحد مقردين فيه سردينه وحنا مخرجين منها 40 مورصو هاويلي حي. الزيتون معمر بالسردين الزيتون معمر بالزيتون الزيتون معمر معف وتشناش وتينقبونا. قلت واقيلا دابا هذا راه البديه. هزوا هذوك الزليفاتهم شربناهم نقبنا هذاك الشيء بحال تتولي بحال نينجا خصك تنيش هذيك الحاجه. تخيل كنديرها في فمي وانا ما كراش نزك الطبسي كل خويا في فمي. ايوا نقبنا سارينا وما يجيبوا الفواكه وانا نشوف صاحبي قلت له انت كيفاش كيسبقوا الفواكه عاد غيجيبوا العشاء؟ قال لي لا هذا هو العشاء ديالو. قلت له والله يلقيها لك صاحبي محشوم شال. قلت له انت كتعرفهم وانت تتعرفني وهو تيحلف عليك وهو السيد مول الدار فهم. قلت له شوف اشتريف والله العظيم الا حداك شي شويه وخرج من واحد الشويه وفريد ديالو. ولا قلت له صاحبي انا غنبدا نحير فيك هاد الليله. قلت له هاد الفيلا وهاد الخير صاحبي تقتل فيا. قلت له هاك الليله كتعشى انت؟ قلت له شنو انا ما تعشيت ما نعش هاك الليله صاحبتك كامسه. قلت له شنو صاحبتك كامسه؟ اش صاحبتك عابد لك متقفر متقفر عقله يا بوحده انت؟ قلت له احنا العروبين ما كليناش. وبديت نعرق بتعم. خرجت مع صاحبي قلت له شفت النهار تعرضني شي عراضه والله. قلت له تندير ماكل ما يدير. ضربنا بتعمي السعاده ضربت الدجاجه وجوج ساندويتش الفيلي الغدا يد الفقصه. صاحبي تيقول لي هتاكل شي شغلك غناكلو كله معاك شغلك علاش تهويره دابا شتي لالا فاطمه دي بلجيكا. تخيل بلجيكا فيها الفريت فيها البوزروك عندهم واحد لي كوفريت بتعمي تخلد قد اليد تخرج في العشيات مشط مزيان دير واحد الريحه زوينه ضرب واحد الكورنيت كلاس تاكل بوزروك وتشوف الدراري تيلعبوا مع والديهم تهاوش. حيت واش كلك حبب لك الزواج؟ الوليدات ومتعه النكاح. شتي ما عندكش متعه النكاح عندك الوليدات الزواج هذا شنو هذا شنو وناسه شوف فيا ونشوف فيك طاجي الحوت شوف فيا اما لا عندك هادي وهادي هذيك الحلاوه ديال الحياه الزوجيه. دابا هي ما لقاتهاش مع راجلها. علاش ما لقاتهاش مع راجلها؟ لان هل لا تريدها ام لا ترغب فيها؟ واش لا تريد ام لا ترغب؟ خصها تفكر لنا هذه المعادله. اذا باش تفكر لنا المعادله هل تريد ام هل ترغب؟ باش كنبداو؟ كنبداو بالرغبه. خصها ترغب في راجلها تتمتع به. اذا ملي غتمتعي بواحد الراجل مكلفط مدندن كويسيل ولكن كيمتعها وتبين له بانه تتمتع به وتتمتع معاه. تخيل هذاك النصي هذا المنظور هذاك المكلفط هذاك الكويسيل ملي تيجي في العشيه وهي متعة به وكتقول له جيتي على العفريت جيتي عاوتاني وكدير في حركه شنو كدير؟ غتشحنو. ملي غتشحنو والله لا بقى كسول بالك علاش الرغبه شحال قويه لانه كتفتح الشهيه على الخدمه كتفتح الشهيه على القرايه كتفتح الشهيه على العباده. تخيل دابا شي واحد يقيم يصلي الفجر هو بايت مع جماد بايت فراش وبارد ما معشيش والله لا قام الليل شي قام الليل مسارنو كيزغرطو سبحان الله بحمده يتلف كاع بقعر يقول سايكوك ولا يقول بلبوله. اما اللي معشي مزيان وناعس مزيان تفيق في الفجر وكتمشي عند سيدي ربي كتقول والله يا ربي برعتيني بهذه الماكله وبرعتيني بهذه الشريفيه وانا جاي عندك سيدي ربي نصلي ونقرا قران. وتخيل اللي مكلفط ما واكل ما شارب ما داير شي حاجه. اذا دابا شتي فين القضيه؟ راه ماشي مريض ما مريضش اكتئاب ما اكتئابش فيا ما في ثقافه ديال الحيويه. شو العفات ديال الاوروبيين تيقول لك افوار دغوا او بليزير ما قالوش لو بونور حيت الشيء عنده ثقافه لو بليزير كيصنع لو بونور. انتم راه عرفوا السعاده راه انجاز. اذا كيبغي يشرب قهوه بذوقها شوكولات بذوقه ملفاي بذوقها ساندويتش بذوقه جلاده بذوقها علاقه بقواعدها. علاش؟ لان عارفين قواعد البليزير. الشيء اللي تقف على البليزير ما عمره فرط في البونور
والبونور عنده ان بري باي. لا البونور سهل خصو فلوس خصو خدمه. بالك علاش هما تيطيروا؟ اكبر عدو عندهم في اوروبا هو الشوماج، لانهم راه ضايقين لو بليزير وباغي لو بونور. اما احنا بلاد بحال المغرب باقي فيها كل خير ما يدير، كل شيء ما يدير، وتتلقى الواحد عافشل في انه يخدم جوج خدمات اولا في شي بلاصه وكيمشي للقهوه ويشد الصف ويضرب سطير الجوان ويبدا بالك يهضر في الهضره خاويه. واش من مغرب؟ واش من ثقافه؟ واش من هذه؟ واش من بلاد؟ تخيل كون ذوقوه ثقافه المتعه، كون ذوقوه ثقافه احداث السعاده، كون ذوقوه نقولوا عندها ثمن. هو ضاق وعرفها ولكن كي غندوقوه خصو يدوق من عند موبه، خصو يكون عاش مع موبه المتعه. تخيل كتكون المراه مسهوته فيها مسكينه دم الحيض مسهوته ما قداش، شوف 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 كيجي تخرج لها شريفه كي دايره بخير لاباس عليك انت وبركات كرجيله مسدها لك هذيك الرجيله واش درت لمرتو بقي مسدها واش درت ارقام. تخيل المراه تتكا وتتشوف راجلها هي الفوق والتحت بارك عند رجليها تيمسد ليها رجليها، تتخيل راسها ولات امه، كتخيل راسها ولات مثاله الاعلى، تتنسى الالام ديال دم الحيض، كطار على واحد طنيقه خرجها ولا ما خرجهاش. تخيل من تمو خارجين دري مع امه كانت صفرة طالع ليها الدم كتوجع كتقول له كل العفريت وخرج عليا برا، جا المعلم الصنايعي شوف اش دار ولات خارجه كتضحك كتقول له حسام وهاك وليدي 50 درهم باش تمشي مع صحابك تسري وكذا وكذا. اذا هو شنو فهم؟ هذا بو هذا عنده شي كود بين اللي حرك هذا مي هادي. اذا بي من غيتشبه بهذا السر اللي عند باه غيترافق مع باه وغيقول له باه انت ولدي العيالات وكذا وكذا راه كيجيو من الحيض وكذا نجيو شنو مخاطر وكيفاش خصك دير خصك تصغار قدامها واش دير ليها. هو تعلم راجل تخيل دابا ما يشوفش هو هاد السعاده في الدار تيخرج كيتلاقى في المجتمع بنت كيتحاور معها فيسبوك هي مصيبه صورتها في فوتوشوب هو مصيب صورته في فوتوشوب الزين مع الزين كحل العينين تلاقاو مزيان احنا غدا الامر مزيان. واحد النهار جا دم الحيض جات عندو صفرة طالع ليها الدم ما مكياش تلاقس معها في قهوه دار فيها بحال قال لها مالك؟ قلت له غيان مالك صفرة؟ قلت له ما صفراش سي وجهك صفر بوركا تي وجهك صفر؟ قلت له ا بون وجهي صفر وي وجهك صفر اي باش تكيت باسكو ما جاكسبت با كل ما يكون وجهها صفر. علاش؟ لان هو ما شافش باه دار لي رقال كود بين خرج مو هو بقاها مع تويتوك مع فيسبوك مع انستغرام حتى شاف فين بقاو في السطحي. دابا اختي فاطمه كوعاشت مع واحد باها مع واحد امها تيقنوا بعضياتهم تيخرجوا الكود بين عرفت شنو الواعي دخل تلقى مرتك متشكرفه وتما تيبان الفحل. تخيل تجي تلقى المراه مكلفه في واحد المانطا ودايره هذاك الشد مريضه تخيل الحر كينوض مشي يجيب شي حوته من المريصه يهبط للعنق فيك تي في غادي لا لا غادي يمشي هنا عند شي دراري مشى عند قداش حاجه مشى شي واحد جوج حوتات باقيين كيترنحوا دخل الفران كروسيل اش كدير غتخسر لي الكوزينه ريحي ما خسرلك والو كروسيل دغيا كلشي الحمد لله موجود الماكينات ديال الشينوا الحمد لله كاينين راق الفران هذا يجي حداها اش كدير ما انت يا شريفه ما والو ضربهم بالموس حلهم ما باقي جداد ريحه البحر كتشم يحط واحد فيلم قبل معاها واحد شويه هنا انت هذا وقع حبيبي هذا وقع لا ما فيهاش وانت غير حلف فمك حلف فمك كل نهار دير كل نهار كيدخل هذاك الحوت العروق شو ها حبك ها احبك هما شي غير ديموك تيمام سير الله يعطيك ما تاكل ديموك تيمام يا ديك سير العنق جيب حوته وجي شويه للسيده تخيل تضرب لي هذيك ذاك الفيليه تيسري ليها في العروق تتسخن كتحيد المنطقه الاولى كتدفعها ها والله الا سخنت الله 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 كطيح هذاك الشد كيزيد هو الحوته الثانيه طق 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 معلم هو في بروغرام التلفازه كيدير طن 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 تيطلع لك شي سهرات العونيات كيبان لك الخير تيشطح فرف 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 نشاط العونيه عرفتي كتسركل بحال شي خير كيلعب في هذيك البيست اش كيف يدير هو عين على العونيه عين عليها المراه ما ترضاش ولو في سهره تشوف راجلها كيشوف العونيه تتنوض كتبرك تقعد شعرها بحال هكا قداتها تقول له بدل هذاك البرنامج حيد عليا داك الشطيح وداك الشيء حيد حيد
عاد تقيس هي التلفازه وكيضرب عليها واحد الطنيقه تقول ليها كيفاش هذاك الحوت تخيل دخل عند مالك ما غطى عاوتاني مريضه وفي ما ندخل لك ما غطى وفي ما ندخل لك مريضه انت راضي عييت منك شوفك مريضه اش غتقول له غتقول له نصيبوا الفريد الحوت غتجبد له النهار اللي جا خطبها ونسى ما جابش امها في الطوموبيل وجاب مخ لا ما جايبها في الطاكسي غتقول له انت نهار اللي كنا كنضربوا صداق مشيتي جبتي امك في الطوموبيل واختك وخالتك وخليتي امي جات في الطاكسي علاش حيت قال لها انت ناضي مريضه ما عرفش ينوضها بالفريد الحوت ديال العنق انت بشحال الدراري مساكن ديال القصيبه كيضربوا سطل على قدو طي 50 درهم يعطيك سطل بالنسبة لختنا فاطمة مراكش واخا الا سمحتي استاذ ناخذ لان مقبله سعيده كتسنى مرحبا بالسعيده ومن بعد نجاوب فاطمة امريكيه الاولى الجاليه المغربيه طلع عندنا هذاك ترامب عندهم تما يولي تيتويت علينا شي تويت مالنا الحال الو سعيده امريكيه الاولى وعليكم السلام مرحبا اختي سعيده شكرا اخويا السلام عليكم وعليكم السلام حفظ الله مرحبا اختي سعيده لاباس لاباس شحال عندي غير شي نقاط ممكن تفرق لهم الله يعطيك شحال شحال اختي سعيده في عمرك 40 اييه شنو هاد النقاط مهم مزوجه راجل عندي فرق تقريبا ديال السن ديال العقدين اها مع الاولاد شنو نقول لك ما تيدخلش نهائيا حتى شي حاجه ما يسول على القرايه المهم ما دخلتش شي حاجه يعني عاطي راسو كونجي من ديك الجهه ولا ما كيعرفش ممكن حيت حتى المستوى الدراسي شويه تقريبا ما كاينش يقدر يكون ما كيعرفش المهم هضرنا في هاد النقاط بزاف ويعني الناس ما كيعرفوش كيعاودوا يتعلموا ولا يسولوا كيفاش غيتعلموا كيفاش غيتعلموا ها كيفاش غيتعلم كاين الناس هنايا كيقراقبوا ولادهم قرايتهم كيسولوا كتحاولي تهضر معاه كتعاود ليه مثلا الدراسه شنو وقع فيها راه الدري خصك تهضر معاه اجلس فولي يعني هو ماشي مطالب انه يخدم معاهم ولا اختي سعيده اختي سعيده ندوي معاك بصراحه ما تقلقيش ها ماشي مشكل صوتك وكلامك لكن نقول لك غير على النقاط الاخرين حيت بغيت نقطع صوتك وكلامك مزموت سمعتيني نعم اخويا قلت لك صوتك وكلامك مزموت ياه واش طبيعتك هكا ولا غير حيت داوي معنا في التليفون شنو نقول لك مخنوقه بكثره المشاكل راه كتبان لي مزموطه عرفتي راه بحال اللي مسدود عليك شي قرعه بحال شي تقريبا ديال 20 عام يعني وصلت لواحد تقريبا 15 عام 16 عام ديال المعيشه يعني تراكم داك الشيء تجمع شي على شي يعني وصلت لواحد الدرجه انني تخنقت المهم حتى من الاولاد نقدروا نديروا هذيك القضيه انني راه متكلفه بكل شيء انا شويه شخصيتي يعني من داك النوع اللي كنقول انا قاده بشغلي حاجه المشكله اللي عندنا هي ان المحنه ما كايناش من جهتي انني نهائيا يعني لدرجه انني شحال من مره درت عمليات يعني عمليات خرج من السبيطار يعيط لك في الليل يقول لك واش كاين شي عشاء يعني هذه قمه ان بنادم كيدبحك يعني كيدوز لك جنوي المهم هادو هما النقط اللي بغيت نهضر عليهم غير واخا اختي نعطيك راي دابا شويه في هذا الامر واخا شكرا سعيده واخا كاين أسباب الأشياء وأصل الأشياء وحقيقة الأشياء إلا مشيتي عند غير أهل القرآن وطلب منهم تفسير القرآن محال تلقى تفسير القرآن لأن تفسير القرآن عند أهل القرآن ولا مشيتي عند أهل اللغة الفرنسية وطلبتي لهم خاصيات اللغة العربية محال تلقى الجواب لأن سر اللغة العربية عند أهل اللغة العربية ولا بغيتي صنعة المقامات ومشيتي سولتي ناس اللي ما عندهمش دراية بالتلحين وبالمقامات محال تلقى الجواب شتي كل مسألة وعندها أهلها ماشي عندها جوابها شتي كل مسألة قبل ما تطلب جوابها طلب أهلها سؤال واش المحبة عندها أهلها واش المحبة عندها أهلها حيث إلا طلبتي الحب من واحد الفرد وهذاك الفرد ما كبرش ما ترعرعش وسط أهل المحبة ربما يقترب بي أو لش واحد يلقحو ينعم علو
سيدي ربي وينبع منه عين راه ممكن ولكن محال محال. السؤال منين جاب الإنسان هاد الإحساس بالقدرة في نفسه بأنه يمكن له يرتبط مع أي شخص كيف ما كان هو ويفلح معه؟ منين جاب الإنسان هاد الإحساس بالقدرة؟ منين جاب هاد القوة هاد؟ منين جابها؟ منين جابها؟ غادي ترتبط مع واحد الشخص وشوف مباكي باش مرتبطي، شوف خوتو كيفاش مزوجي، شوف خواتاتو كيفاش مزوجي، وغيبان لك الفرع تيعطيك الغصن. شوف هكا الشجرة طرف العرش، فكتقول شي واحد خوات الشجرة عجبتني عطيني منها غير واحد العريش نديه نبتو. إذا دابا هادي دراية كيخصها قراية، خصها تكوين، ولا خصها تواضع ويتكايس الإنسان باغي نتزوجيه وتقدم له واحد الشاب واحد الراجل ما لقاتش البديل له، حتى واحد ما جا من غيره هو، ها هو مشات سولت على عائلته وشافت امه وشافت باه بان ليها ما كاينش العاطفه والو، الحقيقه بانت ما بانتش، الحقيقه راه بانت. اذا تعمات عليها اش قالت؟ مع القدره اللي عندي ومع الفهم اللي عندي ومع الولاد اللي غنولد غيتبدل. تحدي ولا ماشي تحدي؟ تحدي فيه احتمال تنجح وفيه احتمال تفشل، وملي تيفشل الانسان تيجعل من فشله مشكله مع الاخر وتيبغي يفكها، هو راه فشل صافي راه فينيش، هو راه فشل لا ما يعترفش الفشل واخا يفشل، لا كيجعل من فشله مشكله وغادي نسبيوها في واحد المسببات معينه وغنمشيو نقلبوا خبرا نفكوها، لان مستحيل يفشل الانسان مستحيل. علاش الخطا فين بدا؟ مشيتي عند غير أهل المحبة، مشيتي عند واحد الشخص اللي مباه ما عمرهم عاشوا في المحبة، قضاء الحاجة وقضاء الواجب وطلب منه يكون في المحبة، تعديتي عليه لأنه هو في عائلته في أصله في الخلايا دياله في البنية كلهم بني قضاء الحاجة هو اللي تعرفه كيقضي حاجته، يقضي فيك وتقضي فيه. دابا هو ملي كيدخل الفراش معها راه صافي ادى الواجب ديالو كله، لان هذاك هو اش مبني هو. اذا واش هذا عيبه هو؟ ماشي عيبه، هذه حقيقته هو، هذه الحقيقه ديالو هو، ما موالماش حقيقتها هي. سؤال علاش قبلت بها وعندها واحد العدد الاولاد؟ لان هاد الاشياء انك تحاب راه كنعرفوها في 3 شهور الاولى في الزواج، في 4 شهور الاولى نقدروا نتعطلوا كاع نعرفوها في عام. اذا ملي تعرفها علاش تتقدم على خطوه وتكمل؟ قول حبس. شوف نبي مع ولي، سيدنا موسى نبي كلم الله مع سيدنا الخضر ولي من اولياء الله، واش شرط عليه ولا ما شرطش عليه؟ قال له هاد الصحبة هاد الرفقة اللي بغيتي نترافق معايا عندها شروط، لا تسألني عن شيء تسولنيش، واش موافق على الشروط؟ قال له موافق على الشروط، انسى سوله. قال له هيوا واش راك نسيتي الشروط الصحبة؟ قال له اسمحني اسمحلي عافاك اسمحلي نسيت شوية عاوتاني غينسى وغيسوله. قال له هيوا الشروط راك نسيتي؟ قال له اسمحلي نسيت. ثالثة هو ينسى، قال له حباس هذا فراق بيني وبينك. علاش؟ لأن هذا عنده منهجية وهذا عنده منهجية، نبي راه الشريعة، الولي راه السر، الآخر ما يمكنش تعرض. نبي ما يتعارضش مع الشريعة، يقول له ما تقتلش، أنا راني قاضي خصني نعرف شنو دار. هذاك نبي الشريعة كلها شادها ما يطلقش منها حرف، الآخر ولي قال له السر أخويا كيخدم فيا. قال له السر خدام معايا. قال له ما فعلته عن امري، لقيت راسي مفعول بيا مفعول فيا، جيت نفت. اذا معمر مول السر ما غيتوالم مع مول من المنهجيه المدققه اللي خصو يعرفها بالطرح وبالتعليل وبالتبيان وبالقطع، عادي يخليك دير فعل ما يخليكش.
اش باغي دير هادي؟ منين جبتيها؟ اصل المال واش حلال واش حرام؟ اصل هاد السلعه واش حلال واش حرام؟ شي اصحاب الشريعه كيبينوا مول السر يجي لقطها فض يا سيدو معتي جا هزا كاع من البحر طار عليها فض هزا. اذا لاحظتيها مجوج ديال الحقائق، حقيقه ديال الولي مع الحقيقه ديال النبي، جعلتهم يتفارقوا تفارقوا، ولكن راه بجوج من عند الله، بجوج من عند الله، وتفارقوا ما تفارقوش، راهم تفارقوا على الله واجتمعوا على الله واختلفوا، لان حقيقه هذا ماشي حقيقه هذا. علاش ما قالش له انت نبي وانا ولي وما يمكنش نتفارقوا، خصنا لابد ما نغيروا بعضنا البعض؟ علاش ما قروش؟ ويقدوا عليها ما يقدوش، يقدوا عليها. علاش ما قروهاش؟ لان ربي جعل هذاك الاختلاف، ربي جعل الاختلاف. سؤال، دابا عمرك شتي في غابه ذكر سبع يرغب في الانثى ديال النمر؟ يقدر ياك فصيله وحده، راه كلهم فصيله ديال القطاطا، راه كلهم دي فيليدي. عمرك تشوف الذكر ديال النمر يرغب في الانثى ديال السبع؟ ياك في غابه وحده كيتلاقاو كيتماشاو كيشوفوا بعضياتهم وما يرغبش فيها، كيرغب في الصنف ديالو. دابا الصنف ديال اللبؤه والسبع والصنف ديال النمر محدو الجنس والنوعيه ديالهم. سؤال، واش حنا فينا اصناف ولا ما فيناش؟ ما كدوش على الاصناف العرقيه، انا تندوي على الاصناف الفكريه الثقافيه. واش عندنا اصناف؟ تخيل ملي تختارق الصنف ديالك، انت عندك صنف ثقافي فيه محبه فيه ذوق فيه كذا وفيه كذا، وتمشي تزوج واحد الصنف اللي فيه عنف لفظي، اللي فيه عنف عاطفي، اللي فيه سهوله الزنا، اللي فيه تلاشي الاخلاق، وانت جاي من واحد الصنف اللي مخلق اللي كذا. تخيل، ها هو دابا هذا الصنف ديال الاسود غيتزوج الصنف ديال النمور، في الطبيعه مستحيل، احنا رديناه مستحيل، العواقب هي هادشي. اذا دابا هنا واش الحل؟ هو انها تغيره؟ واش الحل؟ انها تطلق منه؟ ام الحل انها تطالبه بالحد الادنى؟ احنا المسلمين راه ذكيين بزاف، طالب واحد الذكاء راه ما كاينش بحالنا في الذكاء، طالب منه الحد الادنى، وهذيك هي ضريبتها وهذيك هي تعقيبتها على اختيارها لواحد الصنف ماشي صنفها. طالبوا بالحد الادنى، ما تطلقوش، ما تفارقش معاه، ما تغيروش، طالبوا بالحد الادنى. شنو هو الحد الادنى؟ يحضر، ينكح، يدخل، يخرج، هذا هو الحد الادنى. علاش؟ لانها اخترقات الحد هي الاولى ملي قبلات تزوج واحد الصنف فكريا وثقافيا ليس عرقيا. حنا مسلمين ماشي عنصريين، حنا تتزوجوا من جميع الاعراق وكنقبلوا الاختلاط مع جميع الاعراق مادام الثوابت الدينيه والشرعيه عندنا. اما التوافق الفكري اختيار، لا اكراه في الدين، فما بالك بالزواج؟ حنا الله منعنا نديروا الاكراه في الدين، فما بالك في الزواج؟ ملي ما كاينش الاكراه في الدين راه ما كاينش الاكراه في الزواج، حيت لا اكراه في الدين. ما يمكنش تجعش واحد يسلم بالزز، ما يمكنش تجعش واحد يتزوج بالزز. بطبيعه الحال في العائلات اللي فيهم العنف والهمج راه كيديروا الاكراه، اما في الحقيقه لا اكراه في الدين معناتها لا اكراه في الزواج. الاختيار، وعلاش الاختيار؟ يمكن لك تصوم تبقى بلا ولاد، تبقى بلا راجل، وتبقى بلا امراه، ولكن الا مشيتي تزوجتي واحترمتي قواعد الصنف الفكري والثقافي ديالك، تخيل شنو هو حلاوه؟ ها انت نكحتي شبعتي، هانت كليتي شبعتي، وتكون عندك الوئام الفكري، ترد عليك مرتك وترد عليها، كدوي معها ودوي معك. تخيل كتقول كلام كتفهمه، هي كتقول كلام كتفهمه، كتحط موضوع كتذكره فيه. تخيل دابا ما عندكش الوئام الفكري، عندك غير النكاح والطعام وصرف المال ومشاكل الاطفال، هما اللي غتبقى جمعاهم. اذا خص دائما يبقاو مشاكل الاطفال باش يجمعونا، ويبقاو دائما خص قنيه تاكل الخص باش تصرف فلوس ونمشيو ندورو عليهم، وخص دائما نبقاو ندورو في واحد الدوامه. والوئام الفكري ما يخسرش لك الفلوس، يقتصد لك عليهم، وما يجعلش المشاكل يحضروا لك انت ما باغيهمش، كتحيدهم دغيا، وكتقلب على الحلاوه المذاكره. مرحبا. إذن غادي نتوقفوا مع فاصل مستمعينا ونرجعوا نواصلوا بكل وضوح. إذن تفضل أستاذ، نختموا مع فاطمة من مراكش. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا تيبقاو فيا الناس ضعاف الدراوش،
ضحيه ديال النيه ديالهم. امال النيه هما الاولين كيدخلوا الجنه، لانه تيتخدع كيتغدر تيتصيد بنيته. الخطا ديالنا حنا كمجتمع ما وصلناش، الله تيوصينا خذوا حذركم. الحذار ماشي هو كتسيء الظن في الاخر وتتخاف على راسك. الانسان ياخذ حذره ماشي من الاخر، من ضعفه، من ضعفه. المراه توصي بنتها تقول لها بنتي ما تولديش العام الاول، تولديش بنتي بشويه عليكم تتشوفوا فين غادي. علاش انا ما دويتش على واحد كيشرب؟ علاش دابا زعما مغربي مأصل كيشرب مزعوط الشراب ولا العذاب الاليم في قلبه، الظروف اللي عاش فيها، الظروف اللي خدام فيها، تمارة اللي كيضرب، واحد العداد ديال حبابنا المغاربه بحال هذوك ديال السيرك اللي كيديروا الترابيز طلعوا الفوق يلعبوا في السيرك كاع في العالم، كيديروا لهم واحد الشبكه باش لازلق ما يتفرشخش. احنا يابا شوفها ها طلع 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 الفوق مزيان وعلي ولا زلقتي منك الدص وكتشوف لهاد المجيم اليوم تفرشخ با وينوض مدكدك. تخيل دابا شحال من واحد خدام في واحد المقاولة، شحال يديروا له عقد ديال 3 شهور وعاود يديروا له عقد ديال 3 شهور وعاود يديروا له عقد 3 شهور. تخيل خدام 20 عام عاد يتخطب. تخيل خويا ولدته ولا باقي اخويا كنتخطبوا حيت 3 شهور هو الخطوبة، شحال من عقد دوزتي؟ 4000 عقد. والاخر ديال الشركات يدوز له حيت هما راه ذكيين في القانون، قال له الا درتي واحد 3 ديال العقود محدده المده الرابع يولي مفتوح المده. اش دار الاخر؟ دار مقاوله هنا مع نسيبو مقاوله، مع نسيبته مقاوله، مع ولد نسيبته مقاوله، مع خو صاحبه مقاوله. او غادي تخيل مقاوله مستفين بحال العنب، هو تيديروا 3 العقود هذه المقاوله الساله، دوزوا المقاوله الاخرى، دوزوا المقاوله الاخرى. هو مسكين ما عندوش الاختيار، ها هو السيد دابا الترابيز هو تيلعب بلا شبكه، يهضر برا الحباب، اسكت سد فمك، يخدم السبت والحد بحال بحال، يخدم بالليل ونهار بحال بحال، يخدم بالعيد وماشي عيد بحال بحال، يهضر برا. تخيل دابا هذا واخا مور دعاته واخا بوه حبه، غا هاد العقد هادو كي غيدير يخرج غدايدو غيدير شراب الحشيش. علاش انا الاول والله يدار شي برنامج في المغرب باش يولي الحشيش قانوني، مامون برك الدريبي هو الاول ندافع له. واخا انا ماشي حشيشي كنتحمق على الحشيش، تنتسطع على الحشيش، لانه دواء، دواء ضد الظلم ديال اللي في المجتمع، دواء ضد العنف اللي في المجتمع. انت اش كتحلم؟ شوف اكبر مبيعات الشراب كارو الحشيش في العالم العربي كله، شنو زعما يحيدوه؟ والله تيصنعوه شي واخا يحيدوه. تشوف عباد الله كلشي يدير نطعمر في الديور ويصيبوا الماحيه في ديورهم ويخرج سكرانين. علاش؟ لان تناقض المجتمع. اذا دابا هاد السيد اللي غنلومو على السكايري وتا هو كولكا باش ما يسكرش، كره ما سكرش، راه ما لقى الشراب باش يلقى. تخيل كيسوقو مساكن سكرانين، علاش كيسوقو الشوفريه سكرانين؟ مالو انتحاري باغي يسكر ويقتل عباد الله؟ واحد راه جاي من اكادير طالع للدار البيضاء يشارجي وخصو غدا الصباح يشط الطريق من الدار البيضاء ورجع لاكادير. نصفو شي واحد قال له عطيوها نص نهار يسرح فيه، نصفو شي واحد قال له عطيوها 4 سوايع ولا 5 سوايع يسرح فيه، نصفو شي واحد داروا له شي ميتوال وداروا لهم وبقى نعد لك بحال كل طاكسيات البيض وطاكسيات الحمر وصحاب الهوندات وزادوهم دابا صحاب توك توك ودابا صحاب توك توك. يلاه داروا له حديده موطور هز فيها ركب فيها عافيه شاعله غادي كيطيح. اذا دابا هنا هاد الضغط اللي كاين على المواطن، هاد الامر اللي هو صعيب له الامر باش هاد الراجل اللي كيشرب
هاد الشراب ما غنوضوش نقولوا له انت مريض انت مسطي انت حماق خاصك تحيد الشراب. خصنا نشوفوا الوضعيه ديالو، خصنا نشوفوا ظروفه، خصنا نستقروه. الا قدرت يا الشريف اختي فاطمه تساعد راجلك بالهدانه، ثبتوه. ظروفنا حنا كنديروا النمو، المغرب الحمد لله غادي في استراتيجيه النجاح كبيره، المغرب مع الشريف ومع الصالح اللي جاب الله تيبدلوا، ولكن الوقت النمو وباش توصل لكل واحد في كل بلاصه في كل بلاصه باقي شويه الوقت. الصعوبه راه في العالم كله، الازمه الاقتصاديه اللي ضربت في 2008 في 2010، الازمه اللي ضربت عدد الدول خلات النمو كيتزعزع في بزاف البلايص. اذا حنا ما غنمشيوش نقولوا لا المسؤوليه على فلان ولا على هاد الجهه، حنا كنقولوا الهشاشه فين كاينه؟ كاينه عند المواطن ضعيف، لقى هو حل بوحدو، مشى لواحد الافه خطيره اللي هو الحشيش، اللي هو الشراب، اللي هو الدخان، اللي هو شي حاجه اللي ما هيش. اذا هنا غادي نوضوا نقولوا له لا خصك تستعقل وتولي راجل وتولي قوي. منين جاب هو هاد القوه هذه؟ إذن هنا الله يجزك بخير أختي فاطمة، حاولوا تثبتوا الغرس مع وليداتكم، حاولوا تثبتوا الأمور مع وليداتكم، إلا ربي جاب تيسير وهذا الرجل هذا بالهدانة توعيوه بالهدانة توريوا له شي حلول، لربما إن شاء الله يجيب الله تيسير لديكم. مرحبا. شكرا لكم مستمعينا على وفائكم البرنامج بكل وضوح. لكم تحيات مجدولين على مال إدريسي اللي رافقتنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية، ونتمنوا لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو برفقة برامجنا المتنوعة.